Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais continuer l'exercice de la feuille de marché. Je vais vous donner les deux informations qui vous l'ont appris. Je vais vous donner le cas de la feuille de marché. Je vais vous donner un examen. Je vais vous donner un examen. مهم اللي عنده لي زيكزام راه غادي يعرف هداش من اكزام. خليه في لي كومونتير باش الناس يمشيو يقلبوا عليه. خليه انا راني كان هاد لوكا. مهم بدا لوغ دو لوفيرتور دو لا سيونس بورسي عندنا في لو 19/1/2018 كانت عندي واحد الفاي دو مارشي اللي هي هادي وها هما لي زوردر اللي كانوا عندي. كانش عندي هنا دي زاشات فونت عادي هادو لي زوبيراسيون هذا لو كور هنايا لا كانتيتي نمشيو اول سؤال قال لك كالكولي لو كور دوفيرتور دو لا سيونس دو فيكسيون وعطيني لي زورد و لي زورد اللي غيبقاو ليا في دو مارشي كليكوم قبل ما كنبداو نجاوبو على هاد لي كيسيون كنصايبو واحد طابلو اللي هو هذا عادي راه نفس الشيء ما كاينش شي حاجه كتغير غير واحد دو زانفورماسيون اللي غادي نزيدكم بس اما راه نفس الكونسيبت نفس اللوجيك نفس الطريقه ديال الخدمه هنا غادي نحطو الفونت هنا نحطو لاشا هنا كيما قلت لكم كونتيتي دي شانج كوميل دو فونت كوميل داشا هنا كونتيتي هنا لوبيراسيون وهنا الكور ديالي غادي نبدا نحط اول حاجه قلت لكم كنبداو بها هي الكور الكور تنبدا نحط بهذوك لي بري لي سوا شريت بهم سوا بعت بهم وقلت لكم الانفورماسيون اللي خاصكم تعرفوا هي انكم تحطوا هذا الكور من الكور اللي اكبر كور عندك حتى الاصغر كور عندك هكا كيتحط هذا هكا كتصايب انت هاد الطابلو يعني تترجع ليكزرسيس ديالك كتقلب على شكون هو انا اكبر بري 425 عندك 424 شكون اكبر بخي شكون اكبر بخي غتلقى هو 430 هو اكبر كور متفقين معايا 430 هو اكبر كور عندي من بعد تقلب على شكون اللي قل منه غتلقى 429 وهي بحال هكا غادا غادي تجي غادي تحطهم هنايا ها هي 430 429 وانت غادي تتحط لي كور اللي صغر من هاد 430 كيما قلت لكم من الكبير حتى الصغير متفقين معايا اجيو تقولوا لي هاد اتو بري وهاد اتو بري علاش جيتي وحطيتيهم هنا مالهم كيفاش جيتي وحطيتيهم هنا الا رجعتو ليكزرسيس غادي تلقاو واحد لي زوبيراسيون دايرينهم باتو بري دايرين هنا اتو بري بالنسبة لوبيراسيون داشا و اتو بخي بالنسبة لوبيراسيون دفونت انا نجيكم من الاخر الا كانت عندكم اوبيراسيون تنأكد الا كانت عندكم اوبيراسيون ديال لاشا وكان هنا مكتوب فيها اتو بخي كتعرفو هذاك هو لو بلافون يعني هذاك هو البخي لي كبير يعني باش تجيو تكونو تحطو لي كور ديالكم اكبر بخي يكون عندكم هو هذاك اللي فيه اتو بخي لي كاتبين ليكم في اتو بري هو اول كور غادي تجي تحطو كيما هو كاتب اتو بري تكتبوها هنايا و تحطو لوبيراسيون ديالكم ديال لاشا هنا الا كانت لاشا الا كانت عاتك واحد لوبيراسيون ديال لاشا وكاتب لك في جهه ديال لي كور كاتب لك اتو بري بحال هاد ليكزامبل اللي هو عاطيكم هنايا اتو بري اشا ديال لوبيراسيون ديال 20 تتجي نتايا كتفهم راه بلي هاد لوبيراسيون ديال 20 راه نشريها بواحد لو بري لي هو اكبر بري كاين هنايا كتجي كتحطها حيت قلت لكم هاد لي كور كنحطوه من اكبر بري حتى لاصغر بري كتفهم نتايا الا كانت عندي اوبيراسيون داشا وكتبين لك اتو بري هي اكبر كور كتجي تحطها كدير اوبيراسيون داشا كتحط الكونتيتي 20 ما تتبدل حتى شي حاجه ما تتبدل لا لوجيك لا حتى شي حاجه غير هادي انفورماسيون خاصك تكون نتا عارفها ولا نتي عارفها انه الا عطاك في التمرين ديال في دو مارشي كانت فيها اتو بري وكانت عندك اوب كنأكد كانت عندك اوبيراسيون ديال لاشا كتكون هو هذاك البري الاكبر بري هو اللي تتحطو هو اللي كتبدا به الطابو ديالك وهو الاول تيكون عندك ومن بعد عادي كتنزل كما قلت لكم تتحطو
من تتحطوا هذاك اللي باليكم تما كفاي دو مارشي كبير، كل بقا نتوما غادي تشوفوا الاعداد اللي ناقصين عليه من الكبير للصغير كما قلت لكم. اجيو عاوتاني غادي تبان لكم واحد اتو بري، مي هنا عندك اوبيراسيون دو فونت. هنا الا كانت عندك اوبيراسيون دو فونت وكان عندك اتو بري كتعرفوا هو اصغر كور عندكم. يعني من الاخر الا لقيتو في الفي دو مارشي نهار ليكزام ولا شي كا ولا شي اكزرسيس كانت عندكم هاد اتو بري وكانت عندكم اوبيراسيون ديال اشا كتعرفوا هي اول كور غيتحطوا في الطابلو ديالكم. ولا كانت عندكم اتو بري وكانت عندكم اوبيراسيون هاد المره ماشي ديال لاشا عندكم فونت كتعرفوا هي اخر كور غيكون عندكم في الطابلو ديالكم، وهذا الشيء راه كتخدموا عادي مزيان. دابا نمشيو نكملوا الخدمه. هذه هي لافورماسيون اللي كنت باغا نزيدكم، هي كونسيرنون هاد اتو بري اللي تدوخ بنادم كيلقاها ما تيعرفش فين يحطها، ما تيعرفش هنا شنو يحط وفي واش فين يحطها هنايا في الكور. المهم انا قلت لكم كانت عندكم اوبيراسيون داشا اول اوبيراسيون تتحطوا الا كانت عندكم اتو بري وكانت عندكم اوبيراسيون داشا كانت الفونت راه تتحطوها هي اخر كور. وهنايا راه كتحترموا عادي القاعده اللي قلت لكم من الكبير حتى للصغير. صافي نمشيو نبداو نحطوا دابا لوبيراسيون كانتيتي. اوبيراسيون كانتيتي غادي نبداو، قلنا اتو بري نمشيو لاتو بري لاشا. شنو عندي 20، مازال نحط 20 ديالي ها هي. نمشيو دابا 430، نمشي نرجع قبل نعاود نقول لكم هادو باش ما تدخوش فيهم الكبير الصغير. تجيو قبل ما تبداو زعما تحطوهم في الطابلو ديالك تاخذ قلم الرصاص قدامك الورقه استف، ها هو اللي يكون عندي الاول 430، ها هو دير ثانيا صغيره 420، 400 وكذا. انت غادي كتحط هنايا تترقم باش اون فوا كترقمهم كيجيك ساهل تتراسي الطابلو باش تبدا تكتبهم انت ديريكتومون هنايا. لا ما تحتاجش تمشي تبقى ترجع تحمق راسك عاوتاني تشوف الورقه تضيع الوقت، المهم ما ادري باش ما نضيعوش الوقت. فين كنا في 430، نرجع 430 عندي هنايا، عندي 55 فونت، نمشي ها 55 فونت الجهة ديال الطابلو اللي كيكون فونت، نحط 550 فونت. نمشي نقلب عاوتاني الا تكون شي 430 وحده اخرى، نجي ما لقيت حتى شي 430 عندي هنايا. الا يكون ديك شريت شي حاجه اخرى ب 430 سوا شريت اش سوا فونت، عاوتاني كنرد لها البال ماشي صافي لقيت 430 وحده فونت صافي نمشي نكتبها هنايا نحط فونت ونحط الكونتيتي ونحبس. مثلا نكون كانت عندي شي مثلا لقيت عندي باغ اكزومبل هاد 426 عوض هنايا ما يكتبوا لي 426 عطاوني 430 وعطاوني اوبيراسيون دو فونت وهنا كونتيتي 40 وهنا الكور عاوتاني 430. غتقولوا لي شنو غادي ندير؟ هادي راه كنتعطاها لينا حنايا في الامتحان ديال العام اللي فات، مابقاش عندي الامتحان ديال العام اللي فات باش نوريه ليكم. المهم راه اللي لقاه راه غادي الامتحان ديال نورمال ديال العام اللي فات راه يهبط ليه البال لهاد القضيه هادي. عادي ما غادي ندوخ ما غادي نتهشر، غادي نكتب هنايا 430 وحده اخرى، غادي نكتب هنا اوبيراسيون دو فونت وهنا نحط 40 ديالي، عندي حتى شي مشكل. انا عاد نشرح لكم هاد القضيه حتى هي مهمه. وكان بنادم في العام اللي فات داخ ما عرفش شنو يدير، كاين اللي لقى هنا 430 ولقى مثلا قلت لكم ما قلت لكم هذه تكون 430 ما عطاش 426 مثلا 430، هنا 430 430 مشى شد هنا دار 430 ودار هنا اوبيراسيون دو فونت حيت بجوجهم قال لهم اوبيراسيون دو فونت، وهنا في الكونتيتي جا جمعهم دار 55 وزاد على 40 وتحسبت له غلط. اللي الصحيحه اللي خاصها دار انك عندك هنا 430 وعندك اوبيراسيون دو فونت وهنا عندك 55، جي عادي طبق القاعده ديالك، حط الكور 430 اللي هو اكبر كور، حط الاوبيراسيون دو فونت، حط الكونتيتي ديالها وصافي. عاوتاني الا كانت عندك شي 430 وحده اخرى لقيتي هنايا في هاد
الفايده ماشي عندك واحد 430 وحده اخرى، يعني عندك واحد شنو كتعني عندك 430 وحده اخرى؟ يعني عندك، يعني عندك واحد دوزيام اوبيراسيون لي سوا دفونت سوا ديال الاشا لي ب 430. هنا مثلا نديرو هنا كانت 430 وعندك اوبيراسيون عاوتاني دفونت ب 40، ما سوقكش، تحترم داكشي اللي عندك. كتب هنا 430 وحده اخرى، كتب هنا لوبيراسيون دفونت، هنا كتب الكونتيتي اللي عندك اللي يكون عاطيها لك 40 ولا 30. المهم سوقو زعما نيمبورت كيل مونطا، المهم تحترم داك المونطا اللي عندك وحطو من الاخر. صافي هادشي اللي لي دو انفورماسيون اللي بغيت نزيدكم في لا فيديو. اما راه الكمالة ديال التمرين راه بحال بحال، اوكي تختلف حاجة وحدة في الكوميل. دابا نشرح ليكم كيفاش الا بغينا نجبدو داك لوغدر بارسيال. المهم تنوصلو ليه دابا من الاخر. البروميير انفورماسيون اللي خاصكم تعرفوا هي الا كانت عندكم اتو بري وكان عندكم اوبيراسيون داشا، غادي يكون عندكم ورقه وسيلو قيدوا هاد لي انفورماسيون باش ما يتنساوش ليكم. كان عندكم اوبيراسيون داشا هو كتعرفوه، هو هذاك هو الكور اكبر كور عندكم، كتحطوه في البدايه ديال الطابلو ديالكم في اول اوبيراسيون ديالكم. كانت عندكم اتو بري ديال الفونت كتعرفوا هو اخر كو غتحطوا في الطابلو ديالكم. و ثاني انفورماسيون اللي استا لكم هي الا كانت عندك مثلا شي كو كيتعاود جوج مرات ولا ثلاث مرات، مثلا عندك 428 هذا الكور هذا لقيتيه في الفوي دو مارشي شي ثلاثه ديال لوبيراسيون بنفس البري ب 428 428 428 واش فهمتوني؟ عندكم ثلاثة ديال لي زوبيراسيون بنفس البخي، نتا ما تجمعش لي كونتيتي ديالهم وتمشي تحطهم في ال في هنايا في الكونتيتي وتصافي تحط اوبيراسيون دو فونت تحط 400 و 120. لا، عندك ثلاثة ديال لي زوبيراسيون. نشوف هنا في الطابلو ديالي ثلاثة ديال لي زوبيراسيون، يعني حط 400 و 120، هنا 400 و 120، هنا 400 و 120، حط لي زوبيراسيون ديالهم سوا دو فونت سوا ديال لاشا، حط الكونتيتي ديالهم اللي عطيها لك في التمرين وصافي نبينا عليه السلام ومن بعد كمل. واش فهمتوا؟ صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. دابا نكملوا لي اكزرسيس ديالنا. ناخذوا مثلا كيما قلت لكم راه نفس الكونسيبت، هنا 428 اترجع للطابلو 428 فينا هي عندك فونت 15، غنجي نهبط نحط فونت 15. صافي نمشي ونشوفو شي اوبيراسيون وحدة اخرى. عندك 425 ها هي 425 425 فينا هي 425 ها هي 425 عندي اوبيراسيون داشا 50، مزيان معنديش مشكلة. 425 ها لاشا ها كونتيتي 50، نمشي نشوف واش عندي شي 425 وحدة اخرى. ها هي 425 وحده اخرى عندي فونت 55، غادي نهبط شنو هي 425، ها هي ها فونت ها الكونتيتي. هنا كاين اللي يقول لي ايوا علاش ما هبطتيش لتحت وكتب شي 425 وعاد درتي فونت وحطيتي شي كونتيتي ديالها؟ هنا لا داعي انني نهبط ندير وحده اخرى، حيتاش هاد 425 فيها دو اوبيراسيون، فيها اوبيراسيون داشا او فونت. دونك هنايا عندي اتساع انني فين ندير اوبيراسيون دي اش، وعندي انا فين ندير اوبيراسيون دو فوند. انا هذيك اللي قلت لكم تهبطوا ديروا 425 425 الا كانت عندكم لي دو اوبيراسيون في هذاك البري ديال 425 كانت عندكم فوند، غادي ديروا هنايا لوبيراسيون الاولى اللي درتو ب 425 تحطوا ليها الكونتيتي ديالها ولوبيراسيون، وتهبطوا هنا ديروا 425 وديروا فونت وتحطوا الكونتيتي ديالها. هادشي اللي بغيت نقول لكم. اما الا كانت عندكم البري 425 مثلا وعندكم فيه دوز اوبيراسيون مختلفين، راه عادي كديروها في سطر واحد، كديروا هنا اوبيراسيون داشو هنا فونت. انا كنهضر لو كا الا كان عندكم نفس لو بري ولكن عندكم ميم اوبيراسيون، عندكم اشا اشا ولا فونت فونت، كضطروا انكم تعاودوا هذاك لو كور في هاد الطابلو ديالكم، يعني تحطوا هنا 425 وهنا تحطوا لوبيراسيون دو فونت داك الكونتيتي اللي حاطين لك، وتعاودوا تحطوا اوبيراسيون دو فونت بالكونتيتي اللي عاطين. نتمنى تكونوا فهمتوني في هاد النقطه هادي. صافي عاوتاني هنايا ناخذوا هاد 423.5
423 حسب 5 ها هي 45 اش غادي نجي نحط 45 اش نتوما تكملوا هادشي كامل غير تديروا كوبي كولي لا داعي انا نديرو معكم كامل. دابا نمشيو للكوميل هادي ثالث ايطاب كديرها نمشي نحسب الكوميل ديال لاشا ديال البوند كيما كليكوم الكوميل ديال لاشا كنبداو من الفوق للتحت دونك نبدا نحسب الكوميل ديال هاد لي كونتيتي هي 20 نحطها 20 زائد 0 20 20 زائد 0 20 20 زائد 0 20 20 زائد 20 40 اكسيتيرا وانا تنجمع 320 زائد 0 هي 320 تنلقى الكوميل ديالي. بالنسبة للكوميل ديال البوند العكس تنبدا من التحت للفوق وانا تنحسب الكوميل يعني عندي 40 زائد 0 هي 40 40 زائد 0 40 40 زائد 70 110 110 زائد 20 130 اكسيتيرا 345 زائد 0 هي 345 تلقى الكوميل ديالي. نمشي دابا كونتيتي دي شونج كونتيتي دي شونج كيما كليكوم كناخدو اصغر كوميل حصلنا عليه ما بين كوميل داشا وما بين كوميل دي فونت. هنا عندي 345 هنا عندي 20 شكون لي صغير 20 حط الكونتيتي دي شونج 20 هنا عندي 345 هنا 20 كونتيتي دي شونج صغيرة هي 20 ناخدو 225 وهنا عندي 105 شكون لي صغير هي 105 ونكمل تنسالي كلشي ابري نمشي نجاوب دابا على لي كيسيون ديالي. قال لك كالكولي لو كور دوفيرتور دو لا سيونس دو فيكسينغ شنو هو لو كور دوفيرتور منين قلت لكم كناخذوا لو كور دوفيرتور كنقلبوا عليه في كونتيتي دي شونج كناخذوا اكبر كور عندنا هنايا هو تيكون لو كور دوفيرتور او لو كور ديكيليبر كي ماكسيميز هذيك لا كونتيتي دي شونج صافي. نمشي نقلب انا على هنايا شكون لي اكبر مونطو هنايا في لي كونتيتي دي شونج باش نلقى لو كور دوفيرتور 20 40 كبر من 20 105 180 هو بان لي هو الكونتيتي دي شونج لي كبيره من بين هادو كاملين متفقين معايا هي لي كبيره 180 فين هو الكور ديالها لي مقابل مع 180 هو هاد لو كور هذا 425 دونك هذا هو لو كور دوفيرتور كي كيليبغ هاد لا كونتيتي دي شونج ديال 180 دونك ها هو نجي نكتب لي 425 لو كور دو فيغ شويه كي كيليبغ لا كونتيتي دي شونج 180 وبحال هكا غادي نكون جاوبت على بروميير كيسيون. دوزيام كيسيون كي سون لي زوردر اكزيكوتي بمعنى شنو هما لي زوردر لي انا مسموح ليا بيهم بما انني عرفت ان لو ماكس ديالي في كونتيتي دي شونج هي 180 و لو كور لو ماكس ديالي هو 425 انا عارف شنو هما لي زوغ اللي انا مسموح لي بهم نديرهم. دابا هو هاد السؤال ديال عطيني لي زوغ اكزيكوتي بغى يعرف منك بما انك لقيتي في هاد البروميير كيسيون لقيتي شنو هو لو كور دوفيرتور لا كونتيتي دي شونج اللي مسموح بها عطيني دابا لي زوغ اللي مسموح بهم شنو هما لي زوبيراسيون اللي نقد ندير في اشا شنو هما لي زوبيراسيون اللي نقد ندير في فونت. مزيان نمشي نشوف لي زوبيراسيون ديالي اجي نكتب لي زوردر اكزيكوتي داشا عاد نشوف نجي نشوف واش توتالمون ولا بارسيالمون ولا شنو بلان كاين. نمشي للكومول كيما قلت لكم الكومول كنبداو من الفوق لتحت دونك كنجي نشوف من الفوق لتحت كنبداو لي بلاش 20 واش ديباسات ليا 180 ديال كونتيتي دي شونج ما ديباساتش ليا 180 متفقين معايا. دابا انا هكا كنفكر وهكا غادي نجاوب ليه نهار ليكزام نجي غادي شناهي شنو اللي لقيت الكونتيتي دي شونج هي 180 هي اللي مسموح ليا انني ما نفوتهاش ما يمكنش ليا نفوت 180 ملي غادي نجي نلقى 20 واش فت 180 لا دونك نقول لي لورد كي اكزيكوتي توتالمون هو 20 باش البري ا تو بري ها هو لورد اكزيكوتي داشا توتالمون لورد دو 20 ا تو بري. نكمل نجي هنايا واش 40 فاتت ليا 180 لا دونك نجي نحط 20 427 ها هو الكور ديالها ها هي 20 427 نمشي نكمل
105 dépassat les 180. Là, donc 65, 426. 130 dépassat les 180. 180. Il y a quantité d'échange. Là, donc 125. Bêche le cours d'y aller, 125 face à la 5. Ah, il y a 125 face à la 5. مشي نكمل هنا عندي 180 واش ديباسات ليا واش ديباسيت ديك 180 اللي كانت لي كانتيتي ديشانج لا ما ديباسيتهاش بقاتني هي 180 دونك ماشي مشكل هاد 50 كامله غادي تاكجوكي طوب دو مانيير طوطال ما فتش انا هاد 180 كون كنت فتا ديك الساعه تنحسب ديك لوطي اكزيكوتي دو مانيير بارسييل تنكون انا في 180 راه بحال هكا انا كنت درت في الكا ديال بروميير كا اللي خدمت معاكم كنا الى اللي شافوا راه غيلقى هنايا كانت عندي كنت ديباسي ديك الكانتيتي دي شانج اللي عندي في داك ليكزيرسيس وداكشي علاش هنايا في لي زوردر اكزيكوتي كانت عندي لي زوردر اكزيكوتي داشا دون مانيير توتال و دون مانيير بارسييل وكنت مشيت توريتكم كيفاش كنحسبو دون مانيير بارسييل كندير كونتيتي دي شانج موال كومول باش نلقى هذيك المونطون لي خاصو اكزيكوتا مي هنايا انا ما ديباسيتش 180 بقيت في 180 ديالي دونك هادي الي اكزيكوتي دون مانيير توتال 50 425 غادي نجي نحط 50 425 نمشي دابا نشوف لي زارتر دو فونت لي تيكزيكيتا وليا ونشوف واش كاين لي تيكزيكيتا دو مانيير بارسييل واش كاين لي توتال ولا شنو البلا صافي وغادي نحبس كيليتوني بدا يقول لي علاش حبستي هنايا بالضبط حيت صافي هادو ديباسي لي اصلا ديك 180 لا كانتيتي دي شانج ديالي هم ديباسي لي لو كور ديالي هو 425 دونك ما عنديش علاش ناخذ انايا هاد لي زوردر هادو واش متفقين معايا انا ما يمكنليش ناخذ واحد لي زوردر اللي هما كيديباسي لي هاد لي كونديسيون ديالي ديال الكونتيتي دي شانج 180 و 425 في لو كور مزيان دابا نمشي لاشا هادي كونسيرنون لاشا نمشي دابا للبونت نشوفو لي زوردر لي يتيكزيكيتاو او لا لا في الفونت كنقلبو ما كنبقاوش خدامين من الفوق لتحت بحال لاشا كنوليو خدامين من تحت الفوق كيما حسبنا الكومي راه حسبناه من تحت الفوق دونك كانتيتي دي شانج كنشوفوها واش مديباسا ليا 180 ولا لا من تحت الفوق دونك 40 واش ديباسات ليا 180 اللي هي كانتيتي دي شانج ها هو الكومي تاعنا واش هاد 40 هادي ديباسات ليا 180 ما ديباساتش ليا 180 ودونك هاد لوردر هذا ديال كانتيتي 40 لوبيراسيون فونت واش الي اكزيكوتي دون مانيير توتال اولا لا الي اكزيكوتي دون مانيير توتال حيت محترم ليا لي كونديسيون انه ما ديباسيش ليا ديك 180 ديال كانتيتي دي شانج يعني نجي نكتب لي لوردر دو فونت اكزيكوتي دون مانيير توتال 40 ان تو بري نجي نكمل عندي هنا 40 00 انا عندي في الكومول 110 واش 110 فاتت 180 لا دونك 110 ما فاتش لي 180 دونك هاد لوردر هذا كونتيتي ديال 70 و بالكور ديال 424 راه لي اكزيكوتي دو مانيير توتال ها هي 70 424 نمشي نكمل دابا عندي 130 130 ما ديباساتش لي 180 دونك هاد لوبيراسيون اللي اكزيكوتي دو مانيير توتال حتى 20 424 نمشي لدابا اسيادي 185 185 الا لاحظتوها راه كبر من الكانتيتي دي شانج اللي هي 180 دونك انا جو بو با انني يكون هاد لوردر ديالي هاد لوبيراسيون ديالي ديريها تكون كت اكزيكوتي ما مسموحش ليا بها انني اكزيكوتيها كامله علاش حيت انا ما مسموحش ليا نديباسي هاد الكونسيتي دي شانج لي هي 180 دونك هاد 185 ماشي كلها مقبوله انا مقبول من عندي غير 180 يعني انا غادي نمشي نقلب على دوك لي زوردر كي سان اكزيكوتي دو مانيير بارسييل
حيث كما قلت لكم ان هذه ماشي كامله، عندي الحق انني اكزيكوتي هاد 55 كامله. علاش؟ حيت هاد الكومول لقيت ديباسي لي كونتيتي دي شونج، يعني غادي ناخذ غير داكشي لي لا يوصلني لو ماكس، لا يوصلني 180 ونحبس. نمشي نشوف كيفاش غادي نحسبها. غادي نجي حتى هي نفس القاعده، غادي نكتب لي بعدا لورد دو فوند اكزيكوتي بارسيالمون، ونحط هنايا قبل ما نحط هاد 50 نوريكم اصلا كيفاش لقيت هاد 50. هاد غنجي عندي الكومول داشا، وغادي نقص منو باردون كونتيتي دي شونس خاصها تكون هادي الكونتيتي، كونتيتي دي شونج ناقص الكومول دو فونت. هنا الى لاحظتوا في التمرين الفايت نقول لكم فين نتاخذوا هاد الكومول من هاد شنو الكومول اللي تنقصوا، واش الكومول دو فونت ولا لا كونتيتي دي شونج اللي عندكم. راه هي 180 هادي متفقين معايا، عندي 180 ونشوف شنو نقص منها، نقص منها الكومول دو فونت. انا فين عندي المشكل، فين عندي المشكل؟ عندي مشكل في هذا السطر هذا، عندي المشكل في هذا السطر هذا، ولي في عندي يعني في اوبيراسيون دو فونت هي اللي لقيت انها هنايا تديباسي لي 180، وانا لا خاصني غير 180، يعني خاصني نشوف شحال اللي هي الكونتيتي اللي نقدر اللي مسموح ليا بها ونحبس، ناخذ غير الكونتيتي اللي مسموح ليا بها باش ما نديباسيش هاد 180. باش نلقاها غادي ندير كونتيتي دي شونج 180 ناقص هاد الكومول هذا، ناقص الكومول كيما قلت لكم، ناقص الكومول اللي كيكون تحت من ديك لوبيراسيون اللي عندي فيها المشكل. يعني عندي 180 ناقص هاد 130 هادي، وتعطيني هي تعطيني هي 50، ودونك هي تكون لوغدو دو فونت اكزيكوتي دو مانيير بارسيال. وبحال هكا غادي نكون جاوبت على تخوازيام كيسيون، لقيت لي زوغدو اكزيكوتي. غادي نعاود نوضح لكم واحد لانفورماسيون اللي كنت باغا نزيدها لكم، اللي هي بالنسبه لهاد الكومول. كاين اللي غادي يرجع ليكزارسيس الاول ويقول لي كنتي هنايا في هاد الكومول خديتي درتي كونتيتي دي شونج مول كومول داشا. الى اللي متبع معايا مزيان راه يعرفني علاش كنهضر. كنت مثلا في هاد كنا هنايا، انا نرجعكم كاع ليكزارسيس اللي قبل باش تفهموني اكثر. هذا راه ماشي، هذا هو ليكزارسيس اللي درنا اللي درنا الاولاني اللي كنت كنشرح لكم فيه الاول التمرين، هذا هو التمرين الاول اللي خدمنا ياك، هذا هو الكوريجي ديال كنا هنا باش حسبنا لي زوردر داشا اكزيكوتي بارسيالمون. كنا هنا اصلا لقينا المشكل كاين في الجهه ديال لاشا، ولقينا لي زوردر داشا اكزيكوتي بارسيالمون، درنا الكونتيتي دي شونج اللي هي 145، هاي 145، ونقصنا منها واحد الكومول. واش من كومول قلت لكم كناخذو داك الكومول اللي الا كنا فلاشا كناخذو. هنا فين عندي المشكل هو هاد السطر هذا، هو فين عندي المشكل هو فهاد لوبيراسيون هادي، هو اللي كنقلب على انا شحال هما لي زورد غليت اكزيكوتي دو مانيير بارسيال. دونك كناخذو الكومول اللي فوق من حيت الكومول داشا كنبداو من التحت من الفوق لتحت، دونك كناخذو هاد الكومول هذا هو اللي شنديرو وتنقصو، نديرو 145 ناقص هاديك 110. اما ملي تيكون عندي المشكل ماشي هنايا فلاشا، عندي المشكل في الفونت في اوبيراسيون دو فونت، هي اللي بغيت نعرف لها هنايا شحال من اوردر اللي مسموح لي انني اكزيكوتي. راه الكومول اللي تنقص ماشي هو هاد الكومول داشا اللي هنا تيكون فوق من المشكل اللي عندي، تنقص هاد الكومول اللي تيكون عندي لتحت، وهو هاد الشيء. انا نرجعكم دابا ليكزام اللي كنا فيه، هادشي اللي درنا، هو هادشي اللي درنا، نقصنا الكومول دو فونت حيت لوبيراسيون اللي كان عندي فيها المشكل
كنت عندي مشكل في اوبيراسيون دو فونت، شنو هو 180؟ هي هادي لوبيراسيون اللي كان عندي فيها المشكل، وها هو الكومول اللي خديت اللي تحت من هذيك لوبيراسيون اللي كان عندي فيها المشكل 630. بون باش ما يبقاش يدوخ فيها بنادم بزاف، وهي اللي بغيت نهضر عليها، وداكشي علاش اصلا زدت هاد لو كا هادي باش غير نوريكم الا كانت عندكم اتو بخيش شنو ديروا، ولا كان عندكم المشكل في اوبيراسيون دو فونت ما كنتوش بغيتوش عارفو شحال هما لي زورد اكزيكوتي، لا لي شنو هما لي زورد غير اللي مسموح ليكم تيكزيكوتي باش تعرفوهم. راه صافي دابا كنظن تكونوا عارفينهم، ديروا كونتيتي دي شانج اللي هي 180 وتنقصوا منها داك الكومول اللي تحت من الكومول اللي عندكم فيه المشكل اللي هو 130. مي كون كانت عندكم كانت عندكم مثلا هنا كانت عندكم كون كانت عندكم مثلا هنا 185، يعني هاد لوردر هذا ما يمكنش اكزيكوتي دو مانيير توتال حيت يل ديباس 180 ديال لي كونتيتي دي شون. شنو غديروا ديك الساعه؟ تاخذوا 185 غديروا باش تلقاو لي زورد اكزيكوتي دو مانيير بارسيل، نكتبها لكم هنا الفوق، غديروا 180 وهاد نقصوا منها الكومول داشا اللي فوق من هاد لوبيراسيون اللي عندكم فيها المشكل اللي هي 130، ديروا ناقص 130 وتلقى ديك الساعات لي زوردر داشا اكزيكوتي دو مانيير بارسيل. كنظن تكونوا فهمتوني. نرجعو دابا كيك الطابو ديالنا، نحيدو هادشي صافي. دابا شنو بقى لينا في كيسيون؟ لقينا لي زوردر، قالك كيسيون لي زوردر كي ريستوران سور لافي دو مارشي. كيما وريتكم في الفيديو اللي قبل، نتوما كترجعوا لهاد لا كيسيون هادي ديالكم، هادو اي سان اكزيكوتي دو مانيير توتال من 20 اتو بري حتى 50 و 425. ها هي 20 اتو بري تلاش تل 425 425 ها هي. دونك هادو كاملين سان اكزيكوتي، يعني شنو هما لي زوردر لي بقاو ليا؟ بقاو ليا هادو، بقاو ليا هادو. انا نسيليكسيوني ليكم، يعني هادو غادي نمشي نحطهم عاوتاني ندير طابلو واحد اخر ونقول ليه شكون هما هادوك لي بقاو ليا، ان هادو لان هادو صافي مشاو ليا اي سان اكزيكوتي، هما نيت لي كتبتهم لي هنايا، هادو سان دي زورد اكزيكوتي داشا توتالمون من 20 اتو بري تا 50 425، يعني لي شات ليا هما هادو. غادي نجي نعاود نكتبهم في الطابلو ديالي كيما قلت لكم، كنحطو الكور اوبيراسيون كانتيتي لاشا سوا كنبدا بالفون سوا كنبدا بلاشا، يعني لا 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 ماشي بسمحوا لي، ماشي سوا كنبدا من فون سوا كنبدا بلاشا. كيما قلت لكم الكور كيبدا من الكور لو بلوز الفي حتى لو كور لي صغير، متفقين معايا؟ يعني بون يعني تنشوف لي زورد لي كي نو سون با اكزيكوتي، و تنشوف الكور ديالهم، والكور اللي كبير هو الاول تنبدا نحطو تنحطو، حيت قلت لكم هنايا لي كور تنبداو بلي من كبير لصغير، ما يمكنش نحطهم دو مانيير زعما غير عشوائيين بحال هكا كنحطهم، يعني ما يمكنليش نبدا بلي بغيت سوا بلاشا سوا فونت. المهم سمحوا لي دابا قلت نقدروا نبداو بلي بغيتو، راه غير غلط، كنبداو من الكور اللي كبير حتى الصغير. يعني كنرجع للطابلو ديالي هنا تنشوف كنشوف هادو اي سان كيما قلت لكم اي سان اكزيكوتي دو مانيير توتال، يعني شكون اللي شاط ليا؟ قلت لكم شاط ليا هادو هما اللي شايطين ليا اوبيراسيون ديال لاشا. مزيان دابا غنمشي لوبيراسيون دو فونت ونشوف واش كاين دي كور اللي كبر من هادو باش هما الاولين نبدا نحطهم، عاد نمشي نستفادو نحطهم حتى هما. غنرجع السؤال ديال الجواب ديالي اللي كتب،
غادي نلقى هادو اي سون اكزيكوتي 40 ا تو بري تالين 20 ا 420 ها هي من 40 حتى حتى لهنا هادو اي سون اكزيكوتي دو مانيير توتال مي هاد الاخراني راه بقات فيه واحد البلاكه اللي ما تيكزيكوتاتش ليا تيكزيكوتا غير 50 كما كتبت لكم هنايا اكزيكوتا دو مانيير بارسييل راه غير 50 دونك راه بقات ليا واحد 5 ما تيكزيكوتاش راه il reste sur le marché ها هي 55 راه ماشي كامله دات ليها كانت اكزيكوتي عندي لي اكزيكوتي هي 50 بقات واحد 5 دونك راه هاد الخمسة راه باقا في الفي دو مارشي يعني شكون اللي باقي عندي بما ان هادو كاملين تيكزيكوتاو واحد 5 من هنا تاهي تيكزيكوتاو يعني راه من هنا حتى لهنا هاد لي زوبيراسيون هادو باقيين عندي في الفي دو مارشي واحد 5 في هادي دي راه ماشي 55 كامله بقات عندي في المارشي غير 5 هي اللي باقيين عندي في المارشي يعني صافي غادي نجي نبدا نحط ندير لهم كوبي كولي في الفي دو مارشي ديالي 430 في 55 في راهي فونت غنحط عاد ثاني 430 فونت 55 نكمل 423 50 فونت 423 في 50 نمشيو دابا 426 هاكا نحطهم من الكبير للصغير هاد لي كوغ هادو كنبقى محترمة هاد لا غيكل هادي نمشي عاوتاني ناخد دي 426 فونت 40 هاهي 426 فونت 40 نمشيو لدابا آخر وحدة لي هي 425 غنجي غادي نحط 425 هاهي 425 غنحط لوبيراسيون عندي دفونت هنايا في الكونتيتي مغنحطش 55 كاملة حيتاش راه الا لاحظتوا معايا هنايا كما قلت لكم وتنعاود نقولها لكم راه كاين واحد كتمشي ليه هنا واحد لوردر دو فوت اكزيكوتي بارسيالمون ديال 50 يعني الا درتي 55 اللي كانت عندك هنا ونقصتي منها 50 غتعطيك واحد 5 هذيك 5 راه il reste sur la feuille de marché داكشي باش ديرها في الفي دو مارشي اللي باقا عندك دير ب 125 اوبيراسيون فونت 5 أو بحال هكا صافي تكون ساليتي مع الفونت ودوز لاشا لاشا عندك كيما قلت لكم هادو كانوا باقيين ليكم في الفي دو مارشي تجيو تعاودو ديرو ليهم كوبي كولي راهو ما هادو درت ليهم غير كوبي كولي صافي هما هاد ثلاثة هادو هاد ميات ميتين خمسة وعشرين هاد ثلاثة هادو عاودنا درنا ليهم كيما قلتلكم كوبي كولي لهنايا و بحال هاكا غادي نكونو جاوبنا على مبقى تا شي سؤال صافي بريزونتينا فوطخ ريبونس في فورم دو طابلو راها حنا درناهم لي في طابلو صافي هادشي لي كاين مكاينش شي مكاينش شي حاجة أخرى كاع لي زانفورماسيون لي زعما عارفة في دو مارشي و لي كانو في دي زيكزامان بريسيدون سوا كانو في ليكزام لي دوز أنا العام لي فات قلتو ليكم بقا دابا داكشي ديال الفالوغ فالوغ فيتور فالوغ داكيزيسيون مهم داكشي ساهل و داكشي ديال الفينانس صافي هذا ما كان و مهم الا ما فهمتو شي حاجة خليوها لي في لي كومونتير و ليسمو فو لايك اي ابونيفو وما تنساوش بارطاجيو مع صحابكم حتى هما اللي عندهم دي بروبليم في هاد لي كا هادو اي بون كوراج و ان شاء الله تفاليديو لا ماتيير ديالكم Au revoir à la prochaine vidéo.